طيب اللي بعدها دي كانت صعبه، دي انا فاكر ان دي كانت صعبه شويه. دي كانت صعبه. فين اللي ايه؟ مش عارف اجيب دي، شفته صعبه. نجيب لي لون اصفر بقى. يا عيني على الحرفنه والبلياردو. ورجعنا تاني مع سلسله العاب الزمن الجميل. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ طبعا معانا النهارده لعبه من اشهر الالعاب في الوقت ده، وهي لعبه زوما، اكيد كلكم عارفينها. المهم نعمل بقى كليك هير تو بلاي. يعني ناس طلبت مني ان العب العاب قديمه شويه، فان شاء الله برده من وقت للتاني كده هتلاقوني بنزل العاب قديمه، العاب بلاي ستيشن 1 والعاب كمبيوتر حتى. فاللعبه دي من الالعاب اللي انا بحبها جدا، حتى الموسيقى بتاعتها اول ما سمعتها كده رجعت بالزمن 15 20 سنه ورا. المهم نبدا مع اول حاجه ادفنشر، يعني مغامره. تمام، اللعبه دي عباره عن 12 ستيج. احنا ممكن نبدا مثلا ايه اهو، ده ستيج واحد، ده اللي هو ايه اول حاجه خالص. بعد كده بتخلص دول، المفترض بيفتح لك ايه ستيج 4 فين؟ ايوه 4 و5 و6، بعد كده هنا 7، لا 9، 7 و8 و9، بعد كده 10 و11 و12، ويبقى انت كده ختمت اللعبه. طبعا انا ختمتها كذا مره بس من زمان. فخلونا كده نبدا مع اول مرحله نفتكرها، اسمها تيمبل اوف زليكليل كان. يلا بينا ليفل 1 اوف 1، يلا بينا المرحله الاولى اهو كده. ومثلا ده اللون الازرق، عايز تجيبه على الاصفر اللي هو المرسوم عليه اهو، بتدوس كليك يمين بيجيب لك الاصفر، كليك يمين يجيب لك الازرق، وهكذا. عشان لو انت بتضرب مثلا لون وما جاش معاك وتحاول تجيب البتاع ما جاش، حاول تجيب البتاعه دي لان دي بتديك هدايا حلوه. تعمل كده 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 بسرعه، ايوه كده كده، ارجعوا لبعض اخبطوا في بعض. يا سلام، لا انا لسه حريف يا جدعان، لسه حريف. يلا خبطوا في بعض وارجع بالاصفر. ازرق فرقع، احمر احمر، عدينا المرحله الاولى. ايه الحلاوه دي؟ طبعا هو لسه بيخليك تسخن، وطبعا كل ستيج او كل مش عارف قد ايه بيزود لك لون. يعني دلوقتي في الاصفر والاحمر والاخضر والازرق، تمام. دي طبعا البتاع اللي انا ضربتها دي بتزود لك الارقام هنا، والارقام لما بتزيد بتزود لك المحاولات، غير ان هي بتزود لك ده لما بيتملي للاخر، يبقى انت كده يعتبر خلصت المرحله، ما بيبعدش بقى تاني من ده. هنشوف دلوقتي اهو، يلا بسرعه، اصفر اصفر اصفر، ونلقط البعيده كده اتملت خلاص كده. مفترض يعني اخر كوره دي مش هيجيب لي كور تاني، يبقى انت كده يعتبر خلصت المرحله. يبقى انا لسه فاكرها، او لسه فاكرها كاني سايبها امبارح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بس حاسس ان انا بقيت بطيء جدا، يعني السرعه هتيجي دلوقتي. يرجع على ازرق ولا ايه؟ ايوه كده 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 كده. وي طب خلونا نصعبها شويه، ندخل مثلا على المرحله ايه الرابعه، يلا بينا. شوف بقى الالوان الزياده اللي هم هيضيفوها ايه، اكيد لون او مش عارف تقريبا لون واحد هيضيفوه صح؟ لون البنفسجي ده، ده 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 كده ازرق ده اهو كده، مفترض بقت اصعب. و يلا بينا على طول، يلا يا سلام. طبعا هنا لسه ما اتملتش، بقت تاخد وقت عشان تتملي. طيب الموضوع طلع سهل برضه، نشوف كده المرحله السابعه تسعة. طب بص نروح على المرحله العاشرة، يلا او ستيج 10. ستيج ده بيبقى يعني عباره عن مجموعه مراحل، يلا بينا نجرب بقى نشوف الصعوبه ايه، نشوف الالوان الزياده ايه. اكيد كده في ثلاث الوان زياده ولا حاجه على الاقل. او في لون البنفسجي ده اللي هو اتزود عن الاول، وفي اللون اللي هو الابيض الاوف وايت ده، وفي ايه تاني؟ بس لونين بس. لو في الوان تانية قولوا لي عشان انا مش واخد بالي من الوان جديده الصراحه. طب ايه، نصعبها تاني اكتر، نجيب اخر ستيج بقى، يلا بينا كده 12 بقى المرحله الاولى في الستيج ال 12 اللي هو اخر ستيج في اللعبه. انا باين لي حريف وانا مش واخد بالي ولا ايه؟ ايوه يا سلام يا جدعان، انا بطيء جدا جدا جدا، بس اللعبه سهله مش عارف بقى، تقريبا صعب دلوقتي. طب واحده هنا واحده هنا، اجري. ده جات لي هنا كده يا ولد، حلو يا سلام. يا عيني ماشي، وعامه انا مش هلعب اسرع غير لما اموت، لازم كده تزني واموت عشان اعافر، لكن طول ما هي سهله كده انا كده مش هلعب بسرعه. يعني انا بص بطيء جدا بطيء جدا جدا جدا، بحاول اسرع اهو مفيش.
يا جدعان يا جدعان صعبوها شويه يا جدعان يا جدعان يا جدعان يا جدعان. دي تاني مرحله ندخل على الثالثه. بسم الله. لا شكلها حلو يا جدعان. اللعبه سهله 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 سهله. مش عارف ايه كنت مستصعبها ليه وانا صغير. جاب لي محاوله زياده كمان. طيب اللي بعدها. دي كانت صعبه. دي انا فاكر ان دي كانت صعبه شويه. دي كانت صعبه دي كانت صعبه دي كانت صعبه دي كانت صعبه كانت صعبه كانت صعبه كانت صعبه كانت صعبه كانت صعبه. فين اللي ايه؟ مش عارف اجيب دي. شفته صعبه. نجيب لي لون اصفر بقى. يا عيني يا عيني على الحرفنه والبلياردو. هو انا حاسس اللعبه بقت بطيئه ولا ايه؟ يعني ده تعديل ليها بقى خلاها بطيئه، ولا انا وانا صغير كانت صعبه بالنسبه لي، ولا في ايه يا جدعان؟ يا ولد ماشي، ما خسرناش حاجه برضو. ماشي. اصفر اصفر اصفر. حلو قوي. احمر هنا يفجر الدنيا. ايوه اصفر يا غدر يا عيله يا عيله يا عيله. ايوه اضربوا في بعض وانا اضرب دي زي الفل يا معلم. يا عيني. منتهى السهولة منتهى السهولة منتهى السهولة. خل على اللي بعده. حلو. دي من ناحيتين بقى. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. اديله دي لازم تاخد بالك من ناحيتين. ماشي 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 ماشي. ايوه كده ايوه كده. حبة حماس كده. يا عيني. بسرعة بسرعة بسرعة. مش عارف اوصل لعلامة الاستفهام دي فين هنا. ايوه اي يا عيني. هي مش علامات استفهام، هي عملات عملات. العملات دي مهمة جدا، حتى ممكن الاقي لون ليه يعني الاقي لون متشابه اضرب فيها، بس اسيبها عشان العملة دي، لان يعني العملة دي مهمة جدا. ازرق 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 ازرق. يفجروا في بعض والاصفر يطلع فوق، يبقى ماشي مع نفسه ونجيب العملة دي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنا كده فجروا في بعض فوق. يلا هنا فين الاحمر؟ مفيش احمر مفيش احمر. ماشي. ايوه 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 ايوه. يا سلام. كده ايه ملأ الشريط ده؟ يبقى كده خلاص مش هيجيب لي تاني مش هيجيب لي تاني. ومنتهى السهوله يا جدعان. واحد مشغل اغاني بره بيقول قلوبكم محتاجه تنظيفه، مش نافع لا صابونه ولا ليف. ندخل على اللي بعده. ثاني محاوله كمان يا جدعان. انا هختم اللعبه كده بالهبل ده. خلصت بس طبعا الشريط لسه ما خلصش، فهيجيب لي تاني. نعمل كده. ايوه خلصنا الشريط. خلاص 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 خلاص. منتهى السهوله منتهى السهوله. اللي بعده زوما. ماشي. دي 12 7 دي اخر حاجه، ولا كانت لغايه 12 8 ولا 12 9 مش فاكر. المهم هنعرف عامه ده اخر ستيج في اللعبه. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني, يا عيني. ويه. يا سلام يا سلام يا سلام. عشان كده بقول لكم ممكن يعني كان معايا اصفر ممكن اعمله مع الاصفر، بس حرف الاي ده بيخلصني المرحله بسرعه. خلينا افوز بسرعه. حرف الاي ايه؟ العمله اللي بتظهر بتاع اللي انتوا فاهمين طبعا. شكرا كده مفيش احمر تاني. ايوه والاصفر والاخضر وكله كده خلاص. نعمل اصفر هنا عشان اكسب هنا كميه زياده كده. اعطاني خمس محاولات. ستيج 12 كومبليت كده خلصتها. كونجراتيليشنز ذا فاينل تيمبل اوف زوما ووز تراك يو سكرين. انا مش عارفه ايه. انت قوي جدا ومحدش يقدر يهزمك وبتاع وكونتينيو. ده في 13. يا نهار ابيض في سبيس بقى. مش فاكرها انا دي خالص، بس واضح عليها ايه مش مهمة. ايوه كده يا جدعان. اللعبه على فكره انا فكرت انها تبقى ممله، بس اللعبه ممتعه جدا جدا جدا. ناقصها بس ان هي تبقى صعبه شويه بس. يعني انا قلت العب ايه زوم افضل اعمل في الوان وخلاص. لا اللعبه حلوه وممتعه وتخليك تفضل تلف حوالين نفسك وعينك في كل مكان، ولكن ما عادي يعني. يا سلام. ماشي ماشي. صعبوها بقى شويه بقى. هو بيصعبوا البار ده بيبقى ياخد وقت طويل عشان تملاه، بس برضه مش نفس السؤال. انا فكرتها هيبقى صعب شويه اكتر من كده. لسه لسه بنشوف برضه. لسه دي اول مرحله في ستيج 13. ايه يا جدعان يا جدعان، جيبوا حاجه صعبه بقى شويه بقى. بس هو لسه المرحله دي طويله جدا. ماشي.
وطبعا مفيش علامات اللي هي الكوينات اللي بتظهر لي دي ولا معرفش ايه دي، مفيش منها خالص. فانا ما هفضل ارجع لورا ليه؟ ما مفيش. اكترهم شويه بقى، اكترهم شويه عشان ايه؟ يلا 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 يلا. ايوه 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 نلعب بقى شويه بقى. ممكن نعمل هنا كده ودي ترجع كده. ايوه كده كده، يا سلام يا سلام. هي بطيئة ولا هي كانت زمان بالنسبة لي سريعة وهي كانت بطيئة عادي، ولا ده العادي، ولا في ايه، ولا هي اللعبة أصلا عندي بطيئة دلوقتي؟ حاسس لها بطيئة جدا. بلعب وأنا مغمض أهو. دي لسه برضه ما ملتش. طيب حلو كده، نلعب بقى شوية بقى. يلا 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 يا جدعان، انتوا بتسهلوا عليا ليه؟ بتسهلوا عليا ليه؟ المرحلة دي مش صعبة خالص، لكن طويلة جدا، بقالي كتير قوي بلعب فيها. خلصوا بقى، خلصوا بقى 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 بقى. حتى أنا بلعب عشوائي برضو بقى، هعمل إيه تاني طيب؟ يا ساتر يا رب. طب كده 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 كده. لا انا ركز بقى، ركز في اللي انا غلط نفسي يعني. هو مش عارف برضه. يلا بقى املى البار بقى. اخيرا البار اتملى، خلصت المرحله. يا ده كل دي كانت لفه قبل ما يوصل للبق للوش ده عشان يفتح بقه. ايه ده استش خلاص 13 خلاص، هي كانت مرحله واحده. يا جدعان ده يا جدعان، كونجراتيليشنز. ماشي يا عم كونتينيو، جيب لي ستيج 14 بقى. ختمت اللعبه. جيم ديزاين وبروجرامنج وارت وساوند اف اكس وحاجات كده وميوزك وبتاع. طيب انا ختمت اللعبه يا جدعان من غير ما اقصد. اللعبه كنت فاكرها اصعب من كده بكتير الصراحه يعني. تمام. لا وانا بادئ بقى بقول انا بطيء بقى ومفروض ابقى اسرع وكده يعني. انا قلت والله هبتدي هبقى بطيء ولازم اتعود شويه، العب مثلا ربع ساعه نص ساعه كده عشان اتعود على رتم اللعبه وابقى سريع. اللعبه طلعت سهله جدا، ولا النسخه اللي عندي دي بطيئه ولا ايه؟ قولوا لي في التعليقات. وبس كده، مش عارف اعمل لي راس واحد فوق وضفدعه دي اللي تحت ولا ايه. عامه استنى منكم تكتبوا لي في التعليقات الالعاب اللي انتوا عايزين نلعبها تاني برده في نفس السلسله دي، سلسله العاب الزمان الجميل. وبس كده، متنساش بقى لايك وسبسكرايب الحاجات الحلوه دي، واتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جايه. ويلا سلام.